بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي شريم، مهندس معماري، مدرس لبرامج التصميم والإظهار المعمارية المختلفة. درس اليوم رح أتناول موضوع جدا مهم تسألوا عليه الطلاب أكثر من مرة، اللي هو موضوع إدخال البلوكات على الماكس وتنظيف الماتيريال. وهو مصطلح تنظيف الماتيريال، شو دائما تحكي لنا عنه أو شو قصدك فيه؟ قصدي بمصطلح تنظيف الماتيريال إن لما أدخل بلوك أقدر أتحكم بالماتيريال اللي أنا دخلتها، اللي بتكون أصلا معمولة على بلوك باي ديفولت، وأحاول إني أخفف من قيمها مشان تناسب المشهد عندي وسرعة الريندر. هلا أول شي إحنا رح نيجي نعمله ملف جديد. أنا اشتغلت على ملف جديد سميته work، حطيته عندي على سطح المكتب بفولدر اسمه blocks. هلا بعدها حبيت إني أدخل بلوك مثلا شجرة، اللي هي من فوليوم 85 من الارك موديلز من شركة ايفر موشن. حبيت ان ادخل هون بلوك، خلينا نختار لنا هيك نوعية حلوة. هلا اهم معني اكتر بالنخيل، لانه عادة شفت الطلاب اللي بيجوا عادة بيسألوني كان يضرب معهم هذا البلوك. بالتالي خلينا نختار اشي هون حلو، اذا كان في اشي حلو مثلا خلينا نختار 27، ممكن يكون استخدامها كتير شفته عند الطلاب، وبرضه 28 شفتهم كتير بيستخدموا هذول النوعيتين. نحكي 27، بروح الفولدر اللي هي نازل فيه، باخد بروح على هلا في عندي هون ملف اللي هو البي دي اف، اللي هو الكتيب او الكتالوج اللي انا دخلت عليه من هون. هلا في عندي بكون ملف تاني اسمه الريندرز، اللي هو بكون الريندرات الجاهزة. في عندي بعض ملفات ريفر موشن، بكون عندي ملف للفيري وملف للتكستشرز. على الفيري انا اخترت البلوك 27 رقمه، بعمل له كوبي، باخده على نفس الفولدر اللي انا بشتغل فيه. باجي بعمل هون فولدر جديد بسمي مثلا بولمتري، بعمل له بيست. هل هيك دخلت البلوك راح يدخل، بس بدون شو؟ بدون الماتيريال. لو جيت هون جربت قلت له تعال ادخل عندي البلوك هاي ميرج، وهون عملت له ايزوليت او الت كيو، الت زائد كيو، عملت له عزل. بس المشكلة راح يجي عندي البلوك بدون ماتيريال. حتى لو رحت على القطارة أو اللي هي البيك ماتيريال حاولت إني آخذ الماتيريال، راح تطلع عندي ماتيريال شمالها سكنج. طيب نعمله دريت. فهون إحنا العنصر المهم أو الغلطة اللي بغلطوها الأولى الطلاب إنه بينسوا ياخذوا التكستشرز. هلا إحنا في فوليوم 85، فبالتالي بدي أقرأ أرك مودلز 85 لبلوك رقم 2. لا إحنا بدنا 27، هي أرك مودلز 85 14 23. أنت منزلني لحد ما نوصل 27، هاي 27، هاي وحدة، هاي تنتين، بس تنتين عنا. يلا منيح، ناخد هون بعملهم كوبي، بروح نفس الفولدر اللي فيه الشجرة اللي أنا حطيتها بعملهم بيست. هلا بقدر أسحب البلوك وأعمله ميرج. هلا أول خطوة بعد ما أعمل ميرج بالنسبة للطلاب، أول خطوة دائما بحكي لهم إياها، بضغط على البلوك وبعمل عزل. ليش عملت عزل؟ مشان هلا إذا حبيت إني أختار كنترول إيه يعني select all، ما اختار اي عنصر تاني، يعني بس بختار العناصر الموجودة جوا الشجر. ليه؟ لانه احيانا ممكن يكون عندك البلوك يعني كنت تحكي مفتفت، او انه كتير مكون من عناصر كتير كتير، ممكن انت حتى نفسك ما تشوفهاش. تعمل زي هيك تفكر حالك اخترت كل بلوك، بس تكون مثلا الناس جزئية صغيرة فيه، مثلا زي هيك اشي صغير كتير انت تكون مش منتبه عليه. فلما تعمله isolate وتكبس control A تضمن انك تختار كل اشي. هلا تاني خطوة بعملها، بعمله convert to editable poly. هاي الخطوة مشان لما اجي بدي استخدم البلوك او بدي انظف الماتيريال، لما استخدم القطارة او البيك ماتيريال editor اقدر اختار كل الماتيريال الموجودة على البلوك. هلا بعد ما حولته صار كل عنصر عندي شماله هو editable poly. الخطوة اللي بعدها بمسك اي عنصر، بكبس على كلمة attach على المربع attach list، بختار كل اشي موجود. طبعا اي يعني كل شيء بده يطلع عندي هون هو الشغلات اللي معمولها ايزوليت، فهي خطوه ثانيه واهميه ثانيه لعمل ايزوليت. هي اتاتش ماتش ماتيريال ايديز تو ماتيريال، برضه بدي شو اللي صار عندي هيك؟ اذا جيت هلا مسكت طابه ماتيريال جديده قلت له بيك ماتيريال، رح تيجي عندي كل الماتيريالات المكونه عندي لايش؟ لهي الشجره. باجي بمسك الماتيريال الاولى بتاكد منهم واحده واحده. هلا الشغلات اللي بتأكد منها،
والله حظنا شكله عاطل بهاي الماتيريال. أنا عادة بيجي هون عنا بكونوا حاطين بوينت 4 ريفراكت بالشجر أو بوينت 6، ما علينا. باجي بعملها على الدفيوز، الدفيوز عادة مش رح يطلع فيه مشاكل، هو مجرد دفيوز، مجرد لون أو صورة. الريفلكت أحيانا بعض الخامات أو بعض البلوكات بكون عندك ريفلكت مبالغ فيه. هل أتوقع ببلوك شجرة؟ ما بلزمنيش انعكاسات كتير، ما بلزمنيش اللي هي تشتت جزيئات الانعكاس reflection glossiness. بالتالي إذا كانت القيمة مثلا عندك بوينت 4 تقدر إنك تطلع فيها مثلا بوينت 8-5 وتخفف قيمة الانعكاس. طبعا برضو بيعتمد قديش انت بعيد باللقطة عن اللي هي النخلة اللي انت بدك تعملها ريندر. بتأكد انه refraction glossiness تكون عندي 1، ما بلزمني اي تشتت اطلاقا اطلاقا هنا، خاصة رح ياخد وقت ريندر مليح. وبتأكد الديسبليسمنت ما يكونش عندي موجود، لانه اول واخر هو بلوك بدك تكرره، وانت ريندرك مش رح يكون بلوك. يعني اذا الكاميرا عندك هون جاي، يعني خلينا نبين احنا الماتيريال اللي عملها شو، اذا انت عندك الرندر جاي بهاي المنطقة ساعتها ممكن تهتم بالتفاصيل، بس اذا انت الرندر عندك جاي من هون مش منطق تهتم بالديسبليسمنت وهي دوب دوب تبين بالرندر. برجع الماتيريال التانية، في عندي فيريت وسايدد ماتيريال. الفرونت ماتيريال يلا هاي مليحة، في عندي حاطين بالفرونت ماتيريال، هاي في عندي ديفيوز هنا كبرناها، هاي في عندي ديفيوز زي ما حكيت، في عندي ريفلكت هنا كتير عالي. أنا بمقارنة بشجرة عمال بحكي بالنسبة للشجرة مش بالنسبة لأي بلوك تاني، بقدر أخفف شوية صغيرة. هلا إذا أنت معني بكواليتي البلوك تقدر إنك تخليها موجودة نفسها، يعني تخلي نفس الإعدادات، بس بدك تكون حاسب حساب بدك تدفع وقت ريندر، يعني تايم ريندر. ريفراكت ما بلزمني إطلاقا. ريفراكشن جروسنس يكون عندي 1، ما بلزمني يكون عندي بوينت 6. لو هم عاملين ريفراكت مش هيعطوا ترانس لو سنسي هنا، يعني مر من خلال الضوء وهو مش شفاف زي ورقة الشجر. هلا بقدر اخليها زي هيك، هلا صارت هاي يعني باعتبار هي كلتها 1 لان لغيت الريفراكت. بتاني مش رح يعني مش رح تضرني من مرة، بس انا افضل اني اشيلها بشغلي، خاصة نص انه ممكن يكون هذا مشروع زي ما شفت عندي كتير كتير طلاب بيمسكوا مثلا الشجرة هاي بكون عامل لك مثلا 10 نسخ، واحيانا بتكون مشكلة عندهم بيعملوا منها كوبي بس. بالتالي انت المفروض تكون عندك عاملهم انستانس عشان اي تعديل يصير عندك ياخذ على الكل. وبرضه زي ما قرأت قبل هالمرة انه باخد يعني الرام، تقدر لما يكون عندك انستانس بكون اسرع بالتعامل معه. بالتالي هون لو عملنا ستة، حابين نكرر كمان ستة تانيين. لو جيت انت بدك ترندر مشهد زي هيك اكيد مش رح تكون عندك الهيل ماخذ بعين الاعتبار، انه يعني اكيد فرقية بين ريندر زي هيك اكيد تفرق كتير لما يكون مكان الكاميرا زي هيك بعيدة. بالتالي انت بتقرر شو الانسب لإلك وبتاخده بعين الاعتبار وبتنظف الماتيريال على اساسه. الماتيريال اهم اشي يكون عندي زي ما حكيت الريفلكت، بتأكد قديش قيمته، هل هي مناسبة ولا لا. وانا اكيد بمشهد زي هاد مش رح ينفع يكون مشيول للصحة الفرينر، اللي يكون اخذ انعكاس اكتر بكتير كتير لسه. يعني هيك خلينا نبسط الموضوع على الاخر احنا. وبتأكد من السب ديفجنس تكون عندي مثلا مش مبالغ فيها 64 او 32، تكون 8. طبعا اكيد كلياته هذا بيعتمد على قيم الريفلكشن وقيم الريفلكشن جلوسنس، ونفس الاشي هنا بالريفراكشن ريفراكشن جلوسنس. برضو من الشغلات اللي بحب انبه عليها اللي هي الديسبليسمنت، دير بالك عليها الديسبليسمنت. اذا انت مش لازمتك شيل عنها الصح، الا اذا انت كنت عاملها بمناطق معينة. هل اذا انت مدخل مجموعة بلوكات ونسيت تروح على الديسبليسمنت بتكش تشيلها عن كل بلوك وانت مش معني تبين اصلا بالرندر، تقدر تروح على اعدادات الرندر، تروح على الفيري جلوبال سويتشز وتشيل الصحن الديسبليسمنت. هيك مش راح يعمل اي ديسبليسمنت بكل المشهد ككل. هذا هو الموضوع بشكل عام، وهيك بقدر احكي ان شاء الله الفيديو رح انزله على قناة اليوتيوب او برضو على الجروب اللي هو انا فيجواليزيشن كورسز باي رام شريم، وبرضو ان شاء الله رب العالمين رح تكون موجودة على قناة اليوتيوب، تقدر انكم تتابعوها اول باول ان شاء الله. هيك بحكي لكم يعطيكم العافية.